اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الاعاقة. صديقتنا الجميلة صاحبة ارادة حقيقية، صديقتنا الجميلة احد ضحايا شلل الاطفال. رغم اصابتها بشلل الاطفال في احد ساقيها، الا انها بتملك الارادة، تملك العزيمة، بتعيش حياتها على هدف واحد، وهو تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة ذوي الإعاقة. تحاول تثبت لنا إن هي قادرة على الحياة بصعوباتها وألمها رغم إعاقتها. ابتسامة جميلة بتواجه كل صعب. صديقتنا الجميلة رفضت الاستسلام واليأس للإعاقة، تتحدى كل صعب بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل ونموذج تحفيزي لكل متحدي الإعاقة. ابتسامة جميلة مليانة أمل وتفاؤل، بتعيش حياتها رغم آلامها ومعاناتها.